ثم يموت الفاروق. الفاروق موت رضي الله عنه, رضي الله عنه وارضاه. يصلي الفجر فجرا يسكتو زاري سوج يا فجرا صلاه بتو بكز هل لسبب شرعي بشريعوي مكنيات نون يا فجر صلاه يتتو ويس المكوث ساعات وساعات لا تكتطي الساعات امام الشاشات بس كلونتشنا بشانالوش فيتو موتو توقو وهو يقرأ قوله جل في علاه إنما أشكو بثني سموتين ما قربوا جنقتنا حزني ودى الله بتشانو نعم أيها أوان تودهي توقو يمحرابو شهيد بنقو كزين مجمري تنقروت قال سوش سقدو سمع الله يطبق أهلنا مجمري يتنقروت قال كودكو بثينكو سوش سقدو دم بايو كزين كساتشو لا يفسس موت عندك قرب ارغطنيا تاديا ني يمياشنقاچو ودي يمياسسواچو حساب نبرنا قالو يا عبد الله بن عمر ودا عايشهيدنا ودا ام المؤمنين بلاتم عمر سلام يلشان امير المؤمنين داتلات اني كزاري بوحالا يمنوچ امير ايدلهمنا بلاتم عمر سلام تو ادرسشان يلالم كولتو غادنيوچو غير لمقبل ياسفقدش يفلقالو النبي صلى الله عليه وسلم مغودانيت بموتن كزينك رفيقه في روحته وجيئته ودنياته بس هيدو سيمتو يفلقان لي غودنياته بموتن كزين فذهب عبد الله بن عمر هيدا وطرق الباب على عائشة يا عائشة بر مانكواكا وقال لها يقرئك على تم عمر سلام يلشان يلشانلم كغودنيته غير ندقبر تفجلتالش على صديقة بنت الصديق والله اني لراسي فلقاو نبر اريد هذا المكان يهم بوتا اني لراسي فلقاو نبر والله بنفسي لا اسقدم والله والله عمر ناس بلطوان براسي لما رجع عبد الله بن عمر بتملس غزي عمر سيايوت اسقمطني قالوا زهنا من يهون عبد الله بن عمر قالوا قالوا يا امير المؤمنين ابشر فقدالك يا عمر فيت فكر رضي الله عنه ورضوا عنه قداس تنقوا نبر قد يساسبوا نبر الله يطبق لنا جنزب على نبر من نازز بوتان بيتسلم القضيه قضيه مرافقه في الدنيا قدي غوادينت قدي نبر بالدنيا باخر عمر ان انا انا كموتك فغسلوني وكفنوني كزيام تشكموني بروان انكوكو بنو عمر لولتني غزي اسفقدان قال فقدت ود مسلموش مقبر وسدني فلما حانت يموتوا ساعه بدرسه غزي بدات تنزل عليه كربات ارموس يجمر عبد الله بن عمر راساتشون قلو لاي ادرغو عمر قالت راسي العفر لا استمطو من البات الله عمر بيازنلت من الله كسو ابادو بوطاو لنين بنيم لاي سايحون اناتي بالو لدتشين بيي تمنيو من الله متقرط قتل هوني بتفطرك ما نو سو عمر صامي وسغاجو من الله كسو ابادو بوطاو هوني بيي تمنيو لنيم سايحونلني لنيم سايحونبني عمر موتو مات عمر موتو لان الله قال اللهم صل على انك ميت انت موشنا وانهم ميتون الناس موشناتشو الكل سيموت كلهم يموتن الا ذو العزه يلقنا وبالمسك انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم.